أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم بعمل فيديوهات عن الأبراج، يلا بينا نشوف توقعات النهاردة. توقعات برج الميزان الأربعاء 1 سبتمبر 2021. يدخل القمر برج السرطان في نهاية اليوم لتنشط منزلك الشمسي للوظيفة والوضع الاجتماعي. رغباتك في النجاح ليست شيئا تشاركه مع الجميع، عليك أن تحافظ على أشياء معينة في مأمن من الأذى. لا تحتاج إلى العين الشريرة لشخص يشعر بالغيرة من طموحك أو يخشى العالم، ليس لديه مساحة لكما لإبقاءكما تلعبان صغيرا. يتحدث النجوم عن اقتراب الفشل، لكنك ستتعلم منه درسا مهما. تشجعك محاذاة الكواكب على الشعور بالعاطفة تجاه كل شيء تقريبا. تحلى بالصبر مع الآخرين وحاول تقديم تنازلات. أنت مذنب بإخفاقاتك والتي هي عقاب لعدم رغبتك في سماع رأي الآخرين. حاول تجنب الخسائر المالية ولاحظ كيف يتفاعل الآخرون معك، ثم لاحظ الدور الذي قد تلعبه في تشجيعك على الاستجابة الإيجابية. يعرض أصدقائك الخطط التي تفكر في تنفيذها، ولكنهم سيتفقون معك قريبا. يطلب منك النجوم ألا تميل إلى بدء مساعي جديدة على المستوى الشخصي. إذا كان لديك خطط كبيرة للنزهة الاجتماعية أو السفر، فقد تضطر إلى تقليصها بشكل كبير. عاطفيا، إذا كنت تبحث عن الحب فستكون الفترة مواتية بشكل خاص، لأنها ستحدث لك بشكل غير متوقع. لا تتسرع في اتخاذ قرار، فقد اظهر الصبر واستمع إلى قلبك أولا. قد تقابل أشخاصا يصرون على التعرف عليك. تحتاج في الوقت الحالي إلى حل مشاكلك، ولكنك غارق في المشاعر التي تدفع أفكارك في اتجاه مختلف، ويجب عليك أولا إتقانها. ابدأ في تحليل دوافعك لتبني أنماطا معينة من السلوك من أجل تكوين منظور جديد. أولئك الذين يعتزمون السفر لحضور اجتماع يحتاجون إلى الاستعداد للتأخر من خلال العمل على مشاكلك، على الأرجح من خلال التحدث عنها. ستحدث بعض التغيرات المذهلة، ويمكن أن تغير التقلبات غير المتوقعة خططك، وهو ما يجب أن لا تندم عليه. لا تشارك الاستنتاجات التي توصلت إليها مع أشخاص غير مناسبين. مهنيا، أدرك أنه إذا تعرضت لخسائر فلا يجب أن تأمل في التعافي السريع، لذا حاول تجنبها وكن صبورا بدلا من انتهازي. هذا هو الوقت الذي تكون فيه المشاعر عالية جدا، وقد تتفاجأ بمدى عمق مشاعرك. أنت على وشك إطلاق فكرة جديدة رائعة، تعرف أن لديها القدرة على أن تكون ناجحا للغاية. أي تحولات الآن ستغير الأشياء للأفضل وستحسن من حياتك بشكل عام. لا تستثمر وقتك إذا لم تكن جيدا في أهدافك. لديك الفرصة لتحقيق كل خططك وأفكارك التي ركزت بشكل كافي عليها فقط. لا تنجذب إلى التوقيع على المستندات المالية والمصرفية والرحلات في صالحك الآن. يسهل التغلب على جميع الصعوبات إذا كنت لا تقلق كثيرا. لا تتدخل في مسائل لا تعنيك. يخيم على جو هذا اليوم مناخ جميل من التفاهم وترتاح إلى الأجواء. إذا كانت هناك بعض الأعمال أو الأمور المؤجلة فبادر للقيام بها. توقعات برج الميزان الصحية، من الأفضل أن تخصص وقتا كافيا للراحة من عناء العمل أو المنزل أو الدراسة، ولا تهمل وجبة الإفطار بالصباح. توقعات برج الميزان للرجل،
اجعل حواسك متيقظة جيدا حتى لا تقع في فخ الأشخاص الحاقدين. تتسم حياتك الخاصة بعدد من النزاعات، لا تدع الأمر يصيبك بالإحباط حتى وإن واجهت الأسوأ اليوم. انتظر قليلا، قد تأتي الحلول لوحدها. توقعات برج الميزان للمرأة: ابحثي عن الأشياء المفيدة عبر الشبكة العنكبوتية، وابحثي عن ثقافات الدول المختلفة، وتعرفي إلى العالم بشكل أفضل. من ناحية أخرى، كل شيء يمكن أن يتغير، لا تثقي بالبعض لهذه الدرجة. قد تكون العلاقة جدية بالنسبة لك، لكنها مجرد تسلية بالنسبة لهم. من الناحية الصحية، ممارسة بعض النشاطات أصبح مهم للغاية، وخاصة المشي. توقعات العلامة الأولى مواليد 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر: ستلقى ترحاب عارم من قبل كل من تقابلهم، فاحرص على أن تقابل ذلك بالود بنفس القدر، وسوف تكسب أصدقاء العمر. وقد يحالفك الحظ وتلتقي بشريك حياتك إذ لم تلتقي به من قبل. توقعات العلامة الثانية مواليد 4 أكتوبر إلى 13 أكتوبر: الأشخاص في محيط العمل يتعاملون بإيجابية خاصة معك، فانتفع من هذه الفترة لمواجهة المشاكل الصعبة مع فريقك، وبالتالي الاقتراب أكثر من هدفك. سوف تساعد الديناميكية التي تنمو بين الفريق على الوقوف بصلابة أمام أصعب التحديات والوصول معا إلى النجاح. توقعات العلامة الثالثة مواليد 14 أكتوبر إلى 22 أكتوبر: العديد من الأشياء لا تسير كما ينبغي، فتواجه عراقيل أينما توجهت، ويبدو أن الجميع يعمل ضدك. حاول أن تتريث أمام تلك الظروف التي يبدو أنها مناوئة، وتعامل معها كونها تحديات. إذا جريت الأمور على غير المتوقع، قد تكون النتائج في نهاية المطاف إيجابية كغير المتوقع. كل تجربة تمر بها تجعل من مسار حياتك ممتع ومفيد، لذلك عليك أن تسير كما ينبغي. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على زر الاشتراك او السبسكرايب، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.